السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعين قناه سلمى براني اوفيسيال. اخواني اخواتي في الله، غادي نبدا بكل عام وانتم بالف الف خير وابشركم بروكه وعيدكم مبارك سعيد. قبل ما نبدا معكم الموضوع ديال الدنيا بطمه اليوم اللي خرج محمد ترك ودار يدو في يد العمراتي ولا رشيد العمراتي، مهم تحاموا عليها وغادي تسمعوا شنو اللي قال محمد ترك في الحق ديال دنيا بطمو، كيفاش طرطق الرمانه ولا فرقع الرمانه وكيفاش كيقولوا لها. غادي نحط لكم كل شيء فيديو صوت وصوره، وغادي تسمعوا شنو اللي قال على الاعترافات ديالو الخطيره اللي غتغرق دنيا بطمو وغتصيفطها فين فين يغرق ليها الشقف وصافي الاخوان، لان الله يمهل ولا يهمل، والحق ضروري كيبان والكذاب كيصبح عليه الحال، وحبل ديال الكذوب قصير بزاف، واللي دار الذنب كيستاهل العقوبه اكيد اكيد الاخوان. اللي دار شي حاجه خصو ياخذ العقاب ديالو وخصو ياخذ الحق ديال المظلوم. ربي كياخذ حق المظلوم، ما كيخليش حق المظلوم في الظالم اكيد، وهو اللي كيفضح الظالمين وكيفضح الناس الخبيثه والناس اللي كتسبب في الخراب وفي الظلم وكيضروا الناس وبزاف وبزاف وبزاف. اخوتي الهضره بزاف وما كاينلاش، نخليكم مع الصوت وصوره ديال محمد ترك، وسمعوا شنو اللي قال على الدنيا وشنو غيغرقوا لها الشقف. صافي مشات فيها، ما كاينش فيها الكلام. المهم ما تنساونيش انا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس خوتي خواتاتي في الله، وما تنساوش الجرس ضروري باش يوصلكم الجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم. وايضا احبابي ما تنساونيش بلايك، الله يجعلها لكم في هاد العواشر في ميزان الحسنات ويحقق لكم كل ما في خاطركم يا ربي. نقول لكم خليكم مع محمد ترك. وين محمد؟ رحت على غرفتي قاعد انا، اوكي؟ صار طاصات فيني التليفون وتقول لي ديك بابا تكلم معك. قلت لها خير ان شاء الله. تكلم شنو؟ قولي امري تدللي. قول لي محمد انا ليش يسوون فيني كذي؟ انا لان تشوفون بنيه، لان انا ما ادري ايش، لان انا ما ادري شنو، لان انا ما ادري شنو. قلت لها والله الحرام هالمواضيع انا ما لي شغل فيها. تقول لي زين ابغى اطلب منك طلب. قلت لها شنو؟ تقول لي تكون مدير اعمالي. قلت لها لا والله سمحي لي انا في الايام ذي ما اقدر، لان انا عندي حلو وعندي ناس ثانيين فما اقدر اتصرف وياك. شوي شوي كذي وافق، طرشت ايميل ما ادري شنو، بدينا نشتغل، بدات الحياه تحلو، بديت احس كذي تحب عيالي الامور، فهمت؟ صرت انا نفسك كذي مدمغ يا اخوي، ما اشوف الا هي. فاهم انت شو اتكلم؟ ما اشوف الا هي قدامي. حتى اهلها اول مره تكلمت معاهم سكت الخط شويه، قالوا لي لا ما نبي احنا. ما وافقوا. اي ما تبون كيفكم؟ قالت انا باخذه غصب. احنا صار موضوع غصب بغصب، المهم خذينا بعض. اوكي يعني من الطرفين غصب. اي بعدين صار الموضوع اوكي تمام، وعشنا حياه حلوه وضحينا، بدت هني عاد الماضي يرجع لك، يصير في حرب، هي دشت في مود ما لنا شغل فيه. بس يعني بالاخر بربيه كل شيء نسوه بربيه، انسى شنو الموضوع خلاص جماعه، غير المواضيع. يلا حبايبي ولا تدري البحرين يقول لك دائما أصل الموريتاني. ثانك يو على الورود يا على القلوبة يا حبيبة قلبي وهيبة بنت المغرب، هيا عليك. أحبونك لكن الشعب المغربي أنت. والله وأنا أحبهم بعد، والله والله أنا ما شفت إنهم لك الخير وحصان، ليش أكذب عليك أقول لك كلهم مبدينين؟ مو معناته إن 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 تفاحة ما لنا خص في هالموضوع. يخرب التفاح الباجي، لا والله شعب ما شفت منه إلا كل رقي وكل احترام، ناس محترمين، ناس على باب الله، جميلين، قسم بالله وأحبهم من الله والله. وأنا مشكلة أحب بعد شنو؟ المشكلة إن عيالي دمهم نصه مغربي، يا يبا شو بسوي؟ عين انت عيالك في البحرين؟ والله لا والله يا حبيب عمري، انا 8 شهور 9 شهور الحين ما شفت عيالي، ما تكلمت معهم حتى تليفون، مانعينهم يتحكون معي في التليفون، ما ادري ايش قايلين لهم، عاد ميت عايش حي بي. انا لان 9 شهور اي والله انا ما قبل ما اطلع في التيك توك، انا طلعت في التيك توك لان غزوله الصغيره تحب التيك توك وايد وكانت دائما تدش وكذي، اوكي؟ فقعدت افكر كذي مره اقول لهم زين يلا تعالوا، حتى والله بطلوا لهم الحساب انا ما اعرف عنه. اوكي.
علشان بس تشوفني، ما انتم مش قايلين لها ابوكم ميت، ابوكم مسافر؟ قصدك اللي في المغرب؟ ايوه. اوكي. وبس هذا اللي صار يا طويل العمر. وللحين ما اقصد اولادك اللي في البحرين موجودين. ولدي تو متخرج حلاوه في الجامعه، والله صغير موجود. اوكي الله يحفظها. بس ديلاك ما تدري عنهم 9 شهور. أيوة عندك شهور. عندك هناك ولد لا عندي ثنتين هناك، عندي بنيه عمرها 2. ايش ذنبها هذا يا حمود؟ يعني انا بقول لك ايش ذنبها؟ ذنبها شيء. لا. واحد عمره 6 سنوات، ايش بتقول؟ في اي قوه بالعالم انا بفهم انا، يعني يقول لك في عداله السماء دائما احنا نقول عنها في شيء اسمه عداله. بس ما يصير انت تاخذ حصانه صح؟ لا ما اقدر اخذ الحضانه، بس انه في الوقت الحالي حضانه صحيح. طيب في الوقت الحالي صايره في طرق كذي، فهمت؟ وهذه الطرق اللي كذي احنا لازم في الوقت الحالي حضانه صحيح. طيب في الوقت الحالي صايره في طرق كذي، فهمت؟ وهذه الطرق اللي كذي احنا لازم نسوي نفسهم كذي، واحنا قاعدين نحاول، يعني احنا ما نبي نتكلم احنا، بس يقول لك شوف انا مؤمن في مقوله دائما تقول لك الله يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل. العيال ما ردهم لابوهم شيء او اباو خلوا صح زين ولامرهم في النهايه. اي يعني حتى تخيل حساباتهم اللي كنا مبطلين لهم اياها وكذي، يعني مثلا غزل الترك لا لا روز الترك كذي شالت كلمه ترك حطت اسم العائله مالته. يعني الحين انا بقول لك يعني هالكثر الناس طافين، اي عداله سماويه يا ريال تمنع اب عن عيال؟ يا عمي انا اعرف ناس والله العظيم اعرف عوايل الاب قمار سكرجي حالته للويل، بس الزوجة لما بتشوف عيالها